إعداد بعد إذنك عرض لنا الفيديو ذا معك البيز الفيديو ذا أيوة. تستنسون إن شاء الله كلكم من الفيديو ذا طيب عرضنا كلكم سعيتوا فيه الله يبيض وجيهكم ويجزاكم خير نطلب بس الشباب يجون الوقف يعني أبو عبد الله محمد ما نتكلم في شيء نشوف المقطع يلا عشان نشوف ردات فعلكم كلكم ما بيتكلم ذا الحين وبعدها عاد نتكلم في الموضوع الإعداد بعد إذنكم بس عرضوا لنا المقطع خلنا نشوف المقطع سوا في صوت في صوت يا من تريد الجنة ونعيمها كفى اليتيم أن تحظ بالحسنات أوصى بها خير سيدي رسولنا له أفضل الصلوات أضلال أمرج تفتح الأبواب جمعية تزداد بالخير طبعا كلكم شفتوا كيف ردات فعل اليتامى بس فهدايا بسيطه بس هديه بسيطه كيف فرحتهم واسعدتهم هذا الشيء كله نشكركم طبعا نشكر فريق الدعم اللي اعطانا المبادره الجميله ذي ونشكر القناه والجمعيه اللي وصلتها لهم ف بناخذ منكم كل واحد منكم كلمه لكن شيء بسيط اسعدت انت اليتامى فما بالك لو تبرع 300 ريال اجر لك ومدى الحياه ممكن تسد حاجتهم وتفرحهم وتيسر امورهم طبعا نبتدي من عند مسفر نبدا بالدور كلمه طيب. المقطع اللي شفته اعطنا ردت فعلك دام ربع مجتمعين اليوم كلهم للحين مجتمعين كلهم اول شيء اشكركم جميع قبل لا اتكلم على الايتام شكرا جزيلا لكم جميعا اللي وثقتوا فيني وقدمتوني في ذي الفقره اللي قبل شوي فهذه على ما قالوا وانا اعتبرها صراحه انا تاج على صدري وتاج على راسي وسامع على صدري والله يبقى صادق وقدمناها فقره يعني ما هي بسيطه فقط بمعيدي مو باي واحد يقدمها الحمد لله عسى الله يوفق الجميع ان شاء الله وشيء ثاني اقول اشكرك يا ابو مبارك انت ودعمك ما تقدموا له الشيء اللي شرح لي يفرحنا ويفرح لي الله يطول عمرك وبيض الله يجيكم عسى الله يكتب اجركم واجرنا واجر الجميع ان شاء الله يا رب الكريم شكرا جزيلا حبيبي عفوا مشاري اول شيء الله يبيض وجهك يا محمد على المبادره الطيبه ترى سبحان الله ما يحس بلذه الشيء اللي فاقده والله اني صادق ما يحس بلذه الشيء اللي فاقده وهذه فرحتهم طال عمرك بالهدايا فكيف فرحتهم باكتمال الوقف بيض الله وجهك وبيض الله وجه فريق دعمك على هالمبادره الطيبه واعيد واكرر ترى ما يحس بلذه الشيء اللي فاقده بيض الله وجهك ابو شايع مرحبا ومرحبا ابو مبارك الله يبارك شاء الله العلي العظيم مثل ما سعدتنا وسعدت الايتام الله يسعدك سعاده الدارين ووفقنا وياك الحظ الطيب هذا الامر الاول والامر الثاني والله انه ما يستغرب عليك الابداع لا في المبادرات ولا في الحضور ولا في الافكار وكلنا مكملين لبعض وشهدتنا والله فيك يا ابو مبارك كبيره ولا انت في حاجة تقييمنا لكن الله يوفقك وحي والله من ذا مبداه وان شاء الله انه يكتمل الوقف مثل ما بشرتنا في هذه البشاره الطيبه انك تبشرنا ان شاء الله ونفرح كلنا باكتمال الوقف الله يسعدك اجمعين يا رب ابو عمار فيك الجميع من اول بدايه شكر 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 من صميم القلب والله للفريق دعمك اللي جاب الفكره ابداعيه اسعدت اسعدتنا نحن قبل والله يمكننا نغلفها
لأن الواحد فيه سعادة عظيمة قسم بالله. أرزال. وخصم الواحد يستاهل اللي ما. لا لا. شاحن شاحن. زين. لا لا مرة طيبة حتى البطارية. نكمل الحوار نقول لك يا طويل العمر إنها أبدعوا فريق دعمك بالفكرة والأداء وجزاك الله خير إنكم عطيتونا فرصة إن إحنا نشارك لو بالتغليب. والحمد لله اللي الله أسعدهم ونحن سبب بهذا الشيء. آمين آمين الله يسعدهم وياكم. فيصل عرجاني. أول حاجة أقول الله يجزاك خير يا أبو مبارك يطول عمرك. الشيء اللي هو بسيط في عيون غيرنا كبير. ما شفنا فرحتهم وشفنا انبساطهم الله يكتب أجرنا وأجرك وأجر فريق دعمك. عاد لو تكفل يتيم واحد منهم 300 ريال كيف الأجر وكيف الفرحة اللي بتجيه؟ ولا 600 ولا 900؟ الله يا رب في ذي الحزة مبروكة أنه يكتمل الوقف بسرعة وقت وأهل الخير واجد والدال على الخير كفاعلة ورزقنا وإياكم علم الطيب يا رب العالمين. آمين الله يجزاك خير. عند أبو صالح تفضل. عند عبد الغالب تفضل. عبد الرحمن أولا يعطيك العافية. بادرة كانت جدا جميلة وسعادة اليتيم شيء جدا جميل، والمقطع اللي شفناه والله العظيم أثر فيه كثير، فكان وقتها نسويه بمتعة وبكل بساطة وإحنا متمتعين. فلما وصلتهم الهدايا وشفنا ردة فعلهم والفرحة اللي فيهم هذه بحد ذاتها سعادة وفرحة. فنقول الحمد لله لك يا رب وعقبال ما يكتمل هذا الوقف. آمين. وشكر خاص لفريق دعمك اللي جاء فكرة جدا جميلة تسعدنا وتسعد الأيتام. فبإذن الله إنه قريب يكتمل الوقف بإذن الله. بإذن الله مبدع مبارك. الله يطول عمرك صالح. أقول الله يكتب أجركم ويجزاكم خير وبيض وجيكم. أنتوا أسعدتوهم على أشياء بسيطة. حنا يا أفراد البزنس أسعدناهم بأشياء بسيطة مثل الألعاب هذه. أتمنى من المجتمع بشكل عام أن نسعدهم مدى الحياة، ندعمهم في تعليمهم في أكلهم في ملبسهم في أمور تنقصهم، أن نقوم معهم ونوقف وقفة واحدة. والله يكتب أجر الجميع ولا هو بضايعين شيء عند الله. سبحان أجرك بيجيك وخيرك بيجيك بإذن الله في الدنيا والآخرة بإذن الله. أبو نزار. أبو مبارك وشي الله يجزاك خير وجعله موزن حسناتك موزن حسناتنا. أنا أشوف أنك أنت ما قدمت بس مبادرة، أنت سويت تأكيد والله ما هو بفلسفة، لكن في بعض الناس يحس بالأشياء اللي نقدمها بالمبادرات أو الأعمال هذه أنه بس مجرد كلام بنغلف بنودي أنه شيء ما يروح. أنت ثبت أن الشيء اللي سويناه أنه فعلا وصلهم الى حد بيوتهم ونسلم بيديهم. فالله يكتب اجرك واجر فريق دعمك وباذن الله. آمين. باذن الله انك تبشرنا باكتمال الوقف عما قريب. الله يسعدك. ومن سفارتي انا ابو فهد. يا مرحبا. اول شيء الله يعطيك العافيه. الله والله العظيم اني يوم اني شفت المقطع والله العظيم اني فرحت. فمثل ما فرحتهم الله يفرحك ان شاء الله ويفرحنا. امين. ولا قصرت وفريق دعمك جدا جدا والله فكره جميله. هذا يقول يا شباب هاي بيخرب علي فعط المايك المصر. الله يعطيك العافيه. وبتفاهم مع ابو عيد. اول شيء الله يجزاك خير. عليك زعجت مبادره تشكر عليها. انت زرعت الابتسامه فيهم فما بالك حنا يا اخوياك. صراحه تشتر. الله يبيض وجهك ويجمل حالك. والله ما هو خصم يا ريدين يمكن من البطاريه، لكن الله يبيض وجهك يجزاك بالخير وعقبال عقبال ما نفرح باكتمال الوقت بإذن الله في أسرع وقت. آمين يا رب. الله يعطيك العافية أبو عيد. أبو سابر. أقول أبو مبارك أول شيء الحمد لله حنا والله أنا محظوظين جميع أقسم بالله أنا محظوظين أنه يعني ساعدنا وساندنا في فرحة الأيتام وسعادتهم، وإن شاء الله أن نفرح ب اكتمال وقف الايتام في البلد الحرام. والحمد لله شباب اخوياي ما شاء الله تبارك الله ما فيه منا اللي قصر ولا فيه منا اللي اجلس الله يسعدك ولا فيه منا اللي يعني همته نازله، وكلنا والله العظيم ان كلنا مستحنين ومستانسين لاكتمال الوقف باذن الله انه يتم يا رب. الله يجزاكم خير. ابو مبارك. وجهك يا حبيبي. واغلب الناس تمل من كثرة الحاحنة على الوقف وما الوقف يعني لو الشخص يغرد وتفكيره
او يبحر بتفكيره ان كفالة يتيم شيء عظيم صراحة، يعني تكفل لك شخص بملابس وبهدوم وبلبس كله، فجزاك الله خير. امين وياك ابو العز. يا هلا والله مرحبا ابو مبارك. اول شيء الله يبيض وجهك ويبيض وجه فريق دعمك يا حبيبي على المبادره الطيبه، ما يجي منك ولا يجي من فريق دعمك غير كله طيب، وان شاء الله انك تسعدنا مثل ما سعدتنا اليوم بالهدايا اللي وصلتهم، ان شاء الله انك تسعدنا باتمام الوقت والله يكتب اجرك واجر كل مسلم والله يكتب اجرك واجر كل مسلم سعى في وقفه ابطال النج. امين الله يجزاك خير يا ابو العز. اسلم ابو عماد. وانت سالم، بس قبل كان عندنا مشكله في المايك، بس اللي حاب اوصله اقول لك انك جزاك الله خير، اولا فريق دعمك، وثانيا انت انك خليتنا جزء لا يتجزا من الاشياء اللي اسعدت فيها الجمهور، اسعدت فيها اللي قصدي اليتامى واللي وصلنهم الهدايا، فشكرا جزيلا مره ثانيه، وشكرا مره ثانيه على اتاحه الفرصه لنا. الله يطول عمرك. انا والله صدق الله يعطيكم العافيه كلكم يا شباب، بيض وجهكم. كمل 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 اسلم. لا صدق الله يعطيكم العافيه كلكم، بيض وجهكم. لكن مايكك طافي وحالتك حاله، جالس هنا وابوك برا. ابوك برا جالس. خلوه خلوه خلوه.